إذا متتبعين قناة منبر 24، تحياتي لكم داخل الوطن وخارج الوطن. اليوم بمدينة فاس بالضبط مع السيدة هذه اللي تحكي لنا على التفاصيل، أن الزوج ديالها تخلى عليها هذه مدة ديال 4 سنوات وخلى لها 4 ديال الوليدات الصغار، وتدخل بأنه ربما راه تزوج بشي وحدة. قالوا لها الناس بأنها تزوج بشي وحدة، نخليها التفاصيل هي تحكيها لنا ونشوفوا المعاناة اللي كتعاني من بعد الزوج ديالها من فارقه. اعطينا الاسم ديالك وكيفاش وقع المشكل. السلام عليكم، انا الاسم ديالي زهرة الدحماني. السلام عليكم، انا سميتي زهرة الدحماني. انا الزوج ديالي تخلى عليا مدة 4 سنين وهو سمح فينا. وشنو السبب باش سمح فيك؟ ما قبضش وتخلى؟ واش وقع بيناتكم شي سوء تفاهم ولا شنو؟ ما حتى شي حاجه، ما وقع بيناتنا حتى شي حاجه، غير جا وجبنا لهنايا الفاس وكرانا وسمح فينا ومشى. فين كنتو ساكنين؟ حداش حنايا ملي جبنا لهنايا كنا ساكنين في الخميس ديال حجاوه. وجبنا لهنايا الفاس وكرانا هنايا في المسيره ومشى بحالاته، ما ولاش رجع عندنا. شحال هذه باش انت تزوجتي انت وياه؟ تزوجنا انا وياه ب 2009 وحنا مجوجين انا وياه. وكيفاش كتدوز الاجواء ديال الزواج ديالكم؟ واش كنتو كتخاصموا؟ كانت زوينه، وكان واخا كنا كنتخاصموا، كتعرف العلاقه ما بين المراه والراجل واخا كيتخاصموا كيوليو يتصالحوا، هكا كنا حنايا. ومن بعد صافي في التاريخ جبنا لهنايا كرانا ومشى. الوليد الاول كيفاش تبدل ولا؟ وفي الثاني تبدل، في مره تبدل ما عرفش علاش تبدل، حيتاش مشى وقيلا تعرف على شي وحده ومشى تزوج بها، ودابا راه والد معها بنيته. يعني تعرف مع شي وحده وتزوج بها؟ لا تعرف على شي وحده. ما لا ما خبرنيش انا، ما كانش في خباري، حيتاش هو كان مزوج بها من قبل، انا ما فراسيش. شكون اللي قال لك راه تزوج؟ وليداتي كانوا جالسين معاه. وليداتي اداهم. يعني تفارقتوا ومشى هو تزوج؟ لا ما تفارقناش، مازال ما مفارقينش. كيفاش بدا وليداتك جلسوا معاه؟ حيتاش جا واحد النهار وزعما من بعد ما غاب مدة شهرين، واحد النهار ولا جا قال لك حقه ما حقه غيدي معاه وليداته يخدموا معاه. ملي مشى داهم عاود مدة شهرين وما يخدموا معاه الوليدات. شحال ما عرفتش قال لك هو كيقول لك انا وليداتي ما غيخدموا معايا غنديهم نخدمهم. شحال في عمر الوليدات؟ الوليدات في عمرهم واحد الكبير في عمره 13 عام والاخر عمره 12 عام. جوج وليدات كبار. الصغارين واحد في عمره 7 سنين والبنيته في عمره 3 سنين. بغى يدي هو غير الكبار. بغى يدي غير الكبار، قال لك هو باغيين يخدموا معاه. ومني مشاو جلسهم مع المرأة ديالو كانت كتكرفس عليهم، المرأة ديالو كتكرفس عليهم وكتضربهم وكتعدى عليهم مدة شهرين هما في العذاب معاها، ولاو صافي طلع لهم هذاك الشيء. قالوا لك الوليدات ديالك؟ وليداتي هما اللي عاودوا لي هذا الشيء. لا ما كيقراوش. علاش؟ ما كيقراوش، ما بغاش يجيب لهم الانتقال ديالهم، حيتاش ما بغاش يجيب لهم الانتقال ديالهم، هما خصهم يقراو مساكن، ولكن هما ما بغاوش. شمن سنة عنده الوليد الكبير؟ كان 13 عام. لا شمن كان في الثالث. في الثالث بجوج بهم كانوا في الثالث. مثلا بحال اللي كانوا كيقراو في مدرسه واحده، غير واحد كيخرج فوقيته. علاش ما بغاش يجيب الانتقال ديال هاد الوليدات؟ ما عرفتش علاش ما بغاش يجيب لهم الانتقال ديالهم، ما عرفتش. دابا شحال ديال السنوات وهما جالسين بلا قرايه؟ دابا الاخر مول 12 عام 4 سنين ومول 13 5 سنين. هما ما قراو ما والو. شنو كيديروا معاك دابا في الدار؟ غير جالسين دابا مساكن، غير جالسين وصافي، ما كيديروا حتى شي حاجه. هما كيشوفوا دابا الدراري كيخرجوا من المدرسه كيمشيو للمدرسه، وما كيبقى فيهم بحال كيبقاو يقراو يبكيو، وكيقولوا لهم ماما حنا خصنا نقراو، حنا خصنا نكونوا بحال هذوك الدراري، حنا حتى خصنا نقراو، حنا عزيز علينا القرايه باغيين نقراو. وكنقول لهم وليداتي حنايا الغالب الله، حنا باكم ما بغاش يجيب لكم الانتقال، وانا عييت نجري في المدارس، حتى واحد ما بغى يدير معايا شي حل. والصغيرين ما كيمشيو لا راود لا والو؟ لا والو، ما عندهمش الحاله المدنيه، ما مدخلهمش في الحاله المدنيه. علاش ما دخلهمش؟ ما بغاش يدخلهم في الحالة المدنية، كيبقى عليا غدا ندخلهم، هاد السيمانة اللي جاية ندخلهم، حتى ما تخلاهم هكاك مساكن، حتى جبنا لهنايا الفاس كرانا وسمح فينا ومشى ديك الساعات، صافي هكاك بقاو، ما عندهمش الحالة المدنية. لا علاش جوج اللي دخلوا للحالة المدنية وجوج هذوك دخلهم ملي كانوا باقيين صغار دخلهم. واش وقع شي سوء تفاهم بيناتكم؟ واش أنا ما بيني وبينه حتى شي مشاكل، حتى شي حاجة. هو اللي قلت لك تبدل منين تعرف على هاد السيدة، تبدل ومشى وسمح في وليداتو وسمح فينا حنايا. كاين فينا عليك ولا ما كاين؟ لا ما كاين فاق لا علينا لا حتى لا شي حاجة.
ما عمرو انفق علينا ولا قال درنا شي حاجه ولا جا عندنا ولا قالنا شنو خصكم ولا شي حاجه حتى شي حاجه. مسكينه كاريها لكم ولا كاريها لا راسك؟ انا اللي كاريه انا غير واحد الكراج انا اللي كاريه كراج فيه الطواليط فيه الطواليط فيه غير الطواليط صافي ما فيهش زعما كوزينه ولا شي حاجه فيه غير الطواليط ايوا الفراش الفراش ديال المسكين حنا كنديبانيو فيه وصافي. ومين كتاكل القوت اليومي ديالك؟ دابا حاليا كنخدم غير في الموقف كنخدم في الموقف وليداتي مساكن كيبقاو في الدار كيبقاو في البيت كيبقاو في البيت حتى كنجي كنخرج مع الربعه ديال الصباح ونجي مع جوج ديال النهار. كيخرجوا الوليدات ولا ما كيخرجوش؟ هو مره كيخرجوا مره ما كيخرجوش. كيخرجوا يديروا شوف هضري معنا بصراحه الوليدات شنو كيخرجوا يديروا؟ قلت لي في الكوالي شنو كيديروا بغيت من فمك يسمعوها الناس فين كيمشيو منين كيمشيو كيمشيو مره كيبيعوا كنينيكس مره كيمشيو يبيعوا الشهديه ولا الخوخ كيحمضوها ويمشيو يبيعوها في القهاوي كيدوروا معاهم ولاد الناس الجواد كيشريو منهم ويدوروا معاهم ويجيو بحالاتهم. واحد المده مرت مده شهرين مرت وانا مريضه في الفراش طايحه في الفراش ومشاو مساكن خرجوا للسويقه بقاو كيسعاو الماكله كيعطيوهم الناس الماكله كيوكلهم شي وكيوكلهم في المحلابات شي كيوكلهم في هذه وانا مريضه ما قداش نوض باش نطيب لهم ما ياكلوا. تألمتي بزاف؟ تألمت بزاف ماشي غير شويه. عاونتني الجمعيه ديال اخ ال ال الخير الله يجازيهم بخير فاطمه الزهراء الله يجازيها بخير هي اللي وقفت معايا وعاونتني. لا حول ولا قوه. داتني للسبيطار و... ودابا بغينا نقولوا لك مثلا شنو ممكن تقولي لهذا الزوج ديالك رساله شنو ممكن تقولي له هو كيشوف الفيديو؟ انا كنبغي نقول له الا في قلبك الرحمه وبقاو فيك وليداتك على الاقل دير لهم غير الوراق ديالهم ما تحرمهمش من المدرسه ديالهم والمستقبل ديالهم حيتاش ملي كيشوفوا الدراري الناس كيقراو هادو ما كيبقاو يبكيو وكيبقى فيا الحال انا ملي كنشوف وليداتي ضايعين ضروري غيبقى فيا الحال. خصهم هما يمشيو يقراو ويمشيو للمدرسه خصهم يقراو خصهم يمشيو للمدرسه خصهم يكونوا حتى هما فرحانين كما فرحانين اولاد الناس حتى هما خصهم يكونوا فرحانين. ومين كتخرجي للموقف معاش الموقف معاش ترجعي نرجع مع ديك الجوج ثلاثه النهار الجوج ثلاثه وشكون كيطيب للوليدات؟ حتى كنجي انا حتى كنجي انا عاد كنطيب لهم ما ياكلوا. مثلا بحال قول الدراري الكبارين بحال اللي مساكن المسؤوليه ديالي انا تحملوها هما بحال هما دابا مسؤولين كيطيبوا لدوك مره كيديبانوا راسهم ملي كيجيهم الجوع قبل ما نجي انا كيديبانوا راسهم مع خوتهم الصغار كيبقاوهم كيبكيو بالجوع كيطيبوا لهم ما ياكلوا. وبالنسبه للاهل ديالك؟ الاهل ديالي انا الوالد ديالي ما عنديش مات الله يرحمه والوالده غير راه قالت مع خويا ومسكينه عندي الاخ ديالي ما تيقول لك والو في هذا الموضوع. هو الاخ ديالي اصلا ما شنو غيقول مساكن اصلا هو يلاه مكافي على مع وليداته. والاهل ديال الزوج ديالك ما تدخلوش بيناتكم وحاولوا يصلحوا؟ دخلوا بيناتنا ولكن ما كيبغيوش هو الهضره ديال الحق ما كيبغيهاش. ملي كيقولوا له رجع المراه ديالك وعلاش كتكرفس عليها وعلاش كدير هكا كيقول لهم انتم ماشي سوقكم ديوها في راسكم الا بغيتوها تجيبوها لعندكم. هذا الشيء اللي كاين. لان دابا راه هو عنده حق الرد حتى هو يسمع يشوف هذا الفيديو عنده حق الرد باش يرد ربما تكوني كتكذبي عليه ولا شي حاجه. انا الا كنت كنكذب عليه يواجهني. الى واش الى كذبت عليه انا على اي كلمه كذبتها عليه ما يسامحنيش فيها. لا يعقل انه يسمح في واحد ربعه ديال الوليدات وغادي يمشي ويخليك وهذه اذا كاين شي مشكل. لا والو ما كاين حتى شي مشكل انا بيني وبينه ما كاين حتى شي مشكل. انا قلت له كان مشكل بيني وبينه وليداته ما يسمحش فيهم يدير انا كنطلب منه يدير غير وريقات لوليداته. هذا الشيء اللي كان الحاله المدنيه. دابا بقاو جوج صغار بلا حاله مدنيه. بلا حاله مدنيه. الكبار داخلين في الحاله المدنيه والصغار ما داخلين. علاش بالضبط ما دخلش هاد الصغار؟ ما عرفتش علاش ما دخلهمش. ما ناقشتيش انت وياه؟ ما تناقش ما ولاش رجع عندي باش نتناقش معاه. كتعيطي له في الهاتف؟ ما كنعيطلوش. هذا الشيء اللي دار فيا كله ما كنعيطلوش. والوليدات شنو تيقولوا لك في الدار على الاب ديالهم؟ وليدهم اصلا حاقدين على باهم. حاقدين عليه بزاف ماشي غير شويه. انا ملي كنجبد لهم باهم كيقولوا لي ما تجبديناش السميه ديالو. علاش هو مشى وسمح فينا ما فكر فينا حتى فشي حاجه ما كيكسينا ما كيصرف علينا ما جابنا الانتقاد ديالنا نقراو بحالنا بحال الدراري ما جابنا ما دار معنا حتى شي حاجه. هذا الاب اللي كتقولوا انتنا الاب ديالكم ما دار معنا حتى شي حاجه ما شفنا منه حتى شي حاجه. شنو دابا الرساله ديالك تبغي توصليها للمسؤولين والمحسنين في اطار هذا الشان ديال الوليدات خصهم يقراو؟ انا الرساله ديالي كنوجه لهم يوقفوا معايا ويعاونوني
وكننصر الملك الله ينصره، كنطلبو كنقول له توقف معايا الله يجازيك بخير، وليداتي ضايعين نديرهم الوريقات ديالهم ووقف معايا الله يجازيكم بخير، المسؤولين الله يرحم الوالدين. إذا تبارك الله عليك وعطينا النيميرو الهاتف ديالك، ربما شي محسنين يبغيو يتعاونوا معاك او شي مسؤولين يتواصلوا معاك مباشره. شحال رقم التليفون ديالك؟ الرقم ديال التليفون ديالي 026 67 00 19. واللي عاوديها 026 67 00 19. واللي عاوديها المره الثالثه 026 67 00 19. اذا نتمنى الله الخير ان شاء الله بحول الله، على امل اللي يتواصلوا معاك بعض المحسنين او المسؤولين اللي تدخلوا ويسويوا الوضعيه ديال هاد الوليدات، باش حتى هما تيبغيتي تشوف فيهم انهم تيقراو في المدرسه ان شاء الله، ولما لا يدخلوا شي محسنين ويشوفوا لك شي سكن لائق شويه عوض هاد قلتي غير كراج وفيه الطواليت ديالو، هذا في حد ذاته راه كاين الحساسيه، كاين المرض ميكروب. ميكروب نتمنى الله ان شاء الله الخير. شكرا. شكرا. تبارك الله عليكم.